السلام عليكم إخوان، كنتمنى تكونوا على خير. المهم قال لي واحد المشكل في الواتساب ما تيبغيش يفتح كيف ما كتشوفوا دابا، كنكليك عليه ما تيفتح، ولقيت الحل بغيت نبارطاجيه معاكم. باش كنكليك عليه ما تيفتح غادي نمشيو لي بارامتر كيف ما غنشوفو، غادي نمشيو لي زابليكاسيون، غادي نقلبو على الواتساب. هاهو كليكيو على الواتساب، غادي نمشيو للستوكاج كليكيو، غادي نلقاو هاد ستوكاج ايفاسي لي دوني ولا فيدي لو كاشي، غنكليكيو على ايفاسي لي دوني بيان، غادي نعاود نرجعو كاين هاد الحل هانتوما كيف ما كتشوفو، هو دخل ولكن باقي عطينا شكلنا لأن الواتساب فيه شي مشكل. غادي نعاود نخرج من هنايا، نمشيو عاوتاني بارامتر، غادي نمشيو لابليكاسيون، نفتحها لابليكاسيون، غادي نكليك على هاد لينكون فوق، وغادي نمشيو لأوبتيميزي بلا باتري، نلقاو هنا أوبتيميزي ولا أوبتيميزي تامين، غادي نخرجو. في الحالة خصنا من الأحسن أننا نرودي ماريو التليفون، خصنا نرودي ماريو التليفون عن طريق التليفون المشلول وقد يخدم. أنتم الإخوان من بعد ما طفيش التليفون وشلتو غادي نمشيو الواتساب، أنكليكيو الواتساب، هو تحل المشكل اللي كان عندنا، مبقاش مشكل، صافي اكسبتي كونفيني، المهم ندخلو التليفون ديالنا والمعلومات ديالنا بطريقة عادية، هكا نكون حلينا داك المشكل. كنتمنى ينال الإعجاب ديالكم الفيديو و بارطاجي لتعمل الفائدة، والسلام.